تابع اليوم المباراة الشوط الأول، شفنا أداء كارثي من اللاعبين، شفنا أخطاء فادحة. شنو هو التعليق ديالك وهذه الأخطاء يمكن هي اللي تسببت في الهزيمة؟ أولا فالمقابلة في الشوط الأول فالضغط اللي كان على اللاعبين، لا من حنا كمسؤولين، لا من الجماهير، لا من الطاقم التقني، فخلى الشوط الأول يكون عند اللاعبين ضغط كبير. من بعد ما تسجلوا عليهم جوج الأهداف ما بقى عندهم ما يخسروا، قدموا مقابلة كبيرة وبزاف تنشكرهم عليها، رغم أننا ما وفرنا لهمش الظروف اللي خصها توفر منذ بداية الأسبوع، ولكن جاو قدموا مقابلة من نوع من الناحية التقنية، مقابلة كبيرة. لو لعبنا في مدينة مراكش ولو لعبنا في وسط الجمهور ديالنا كانت غادي تكون نتيجة كبيرة، والنتيجة غادي تخلي جمهور مراكش يرجع للتيران. تنطلب من الجمهور ومن الناس اللي شافوا هذه المقابله يشجعوا هذا الفريق، لان راه غادي يقول كلمه ديالو ان شاء الله. شنو الرد ديالك على ما كان يروج قبل المباراه بان هذه المباراه سيتم تفويتها لشباب محمديه؟ شوف هذاك الشيء كله كلام فارغ، باش تتابع المقابله شاف المقابله كي دازت، وراه واحد الحاجه اللي كيبغي شي فرقه كيجي يشجعها وكيجي يتبعها، والامانه اللي عندنا في العاتق ديالنا راه هي الكوكب. لو بغينا نفوتو كنا فوتنا المقابله ديال الذهب، والتاريخ ديال الكوكب ما عمره كان فيه التفويت، وراه التاريخ يشهد. وبخصوص الاستقاله، واش كاين شي استقاله؟ هذه غادي نقولها ان شاء الله للمسؤولين في اقرب الاجل، لان نقول لك الكوكب لا يساندها اي احد. من تخلي مدينه فيها سته الملاعب وترفضني جميع المدن وتخليني نمشي لطنجه، فراتي الناس عيب عليهم وعار. ملي يشوفوا بان الفريق كيعاني من الناحيه الماديه وكيخلوني نتقاتل بوحدي، عيب وعار عليهم. ونقولها المره الالف، الكوكب راه الملك ديال مراكشيين، واللي عنده شي نيه مبيته باش يقصد هذا الفريق فراه التاريخ والزمان راه كيخلص كل واحد. Oh, my God.